المشهد الإعلامي، كيف نقل الإعلام هذا المشهد المكتمل؟ كنا بنركز على 4 حاجات: شباب موجود ولا لأ، كبار سن موجودين ولا لأ، الآباء والأمهات موجودين ولا لأ، في مظاهر للاحتفال ولا لأ. ال4 مشاهد شفناهم في أماكن مختلفة بأكتر من صورة، وأنا برضو طول الوقت بستدعي مشاهد من خارج القاهرة علشان ما نسلطش بس الضوء عليها. شفت مشهد النهاردة في بنها في القليوبية، أسر بتتحرك للمقر الانتخابية. شفت مشهد النهاردة في مدينه طنطا بالغربيه، عدد كبير ايضا من الاهالي هناك. وشفنا مشاهد اخرى في مدينه السادات للعمال والعمال في المصانع المختلفه، وشفنا في 10 من رمضان. كل هذه المشاهد المختلفه بتنبئ ان في كتل انتخابيه اتحركت، وايضا في كتل سياسيه كانت بتحشد حشد كبير لاستمرار وتدفق العمليه الانتخابيه. اللي انا واقف عليه انه نحن امام رقم منتظر للمشاركه كبير. وعايز استدل هنا، طالما اتكلمنا على ارقام المشاركه، ب3 ارقام مهمه هنستدعيهم في ال3 ايام اللي جايين، وهنستدعيهم ايضا في عمليات الفرز فيما بعد ان شاء الله بعد انتهاء اليوم الثالث. نسبه المشاركه في 2014 انتخابات رئاسيه 14 كانت 47.4%. نسبه المشاركه في استفتاء دستور 19 كانت 44.3%. نسبة المشاركة في انتخابات رئاسية 2018 كانت 41. احنا بنتكلم عن انه اخر 3 استحقاقات عامة على مستوى الجمهورية، انتخابات رئاسية او استفتاء دستور، لم تزد عن 50%. من المتوقع انه هذا المشهد الانتخابي، الاستحقاق الانتخابي الاهم في 2024، اعتقد انه سيتجاوز 50%. احنا برضو وقفنا النهاردة على غرف العمليات المختلفة، شفنا شغل مختلف عن انتخابات قبل كده. اكتشفنا ان كل الاحزاب المختلفه، الكيانات السياسيه، تنسيقيه شباب الاحزاب، حماه وطن، مستقبل وطن، عاملين غرف عمليات بيرصدوا فيها طول الوقت اي مشاكل او معوقات، وبيتعاونوا مع الهيئه الوطنيه للانتخابات في ايفادهم بكل المعلومات المختلفه لحل هذا الامر. نعم. وايضا شفنا غرفه العمليات الرسميه الاساسيه للهيئه الوطنيه للانتخابات اصدرت اكثر من بيان على مدار اليوم، بيان وافي ومحدد. ثم غرفه العمليات في الهيئه العامه للاستعلام عند الاستاذ الفاضل الدكتور ضياء رشوان، واصدرت عدد من المعلومات الهامه، وعلى راسها انه لم يصدر هناك شكوى واحده من بالزبط. مراسل اجنبي كان بيغطي الانتخابات. المؤتمر الثالث النهارده هو للهيئه الوطنيه للانتخابات، يعني كانت مؤتمرات النهارده 3، المؤتمر ده لتلخيص ما حدث في اليوم الاول لانتخابات الرئاسه المصريه 2024. الحقيقه يعني كلامي مع حضرتك في أرقام كتيرة، والأرقام مهمة جدا بعد نهاية المشهد الانتخابي. عايزين نتفق اتفاق هدبسك فيه على الهوا، تكون موجود معانا يوم الأربعاء بعد انتهاء المشهد الانتخابي عشان نحلل الكثير والكثير من الأرقام اللي تستحق التوقف في انتخابات الرئاسة المصرية 2024. بدبسك على الهوا. اتفقنا؟ يسعدني وشرفني. أشكرك الكاتب الصحفي الشاب الأستاذ محمود سعد الدين، رئيس تحرير موقع بصراحة نورتنا في مصر جديدة، وزي ما كان الإعلام من صناع المشهد الحضاري اللي قدمه المصريين النهاردة بحرصهم على المشاركة والتصويت، كانت الأحزاب السياسية شريك بقدرتها على الحشد والتنظيم في صياغة المشهد اللي بيأكد أن الدولة المصرية مسنودة على أولادها، وأن الشعب المصري كتلة واحدة على قد المسؤولية والتحدي. عن الحياة الحزبية في مصر وماذا استفادت به من تلك التجربة السياسية المهمة، هيكون حواري مع المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية في مجلس الشيوخ بعد الفاصل في مصر جديدة.